دستور دستور تليم يا سيادنا تليم، طلب تليم ودخل برجلك ليمن. عندي العينين في كل مكان، قرب لنا قرب. عندك القبول ومقبول، وهذه اللي غديها عندها فلوس كتير، بغيتي نحضرها ليك اليوم تحضر. لو ولدي انه اعطاها ما تدير ليهم، اعمل الشيطان اللي بديهم يكرهوا الخوت بعضياتهم. وفعلا بدات البغضاء والحسد والكراهيه، خصوصا بين ولاد سعديه وفاطمه، حيت العيالات اصلا ما كيتحملوش فعكملات وزادوه عمروا ولادهم، بداو يكملوا ما بقى ما حاسينش بقوه المصيبه اللي غايديروا. وصلت بعمر انه يحط السم لخوه ليلة ارسوا، شوف انت غاب الحسد. وهادشي علاش؟ حيت تزوج الانسان اللي كيبغي. ما عارفش الغشاوه تلاحت لي على عيني في ديك اللحظه، ما فقت علقى خوي ميت. غير باش نعاود ليك وتفهم مزيان، انا كنت كنشد الفلوس من عند الشوافات باش نخيط السحر في الفم ديال الميت، بحكم انا راه كنت كنغسل الاموات. بزاف ديال الاموات كنت كنكون معاهم غير بوحدي، ما كيكون حتى شي واحد معايا، كنستغل هاد الشيء وكنخيطو في الفم ديال الضحيه ولا ديال الميت. بعض المرات في الفرج الا كانت هي مرا وانت زعما. انا كان عندي صاحبي كوميسير، كان ديما كيعاود ليا انهم شدوا شي حد عنده علاقه بالشعواده، خصوصا ملي كيتعلق الامر بالنبش في القبور، راه جريمه يعاقب عليها القانون. بقات في الضمير، يعني داك الشيء راه ما كيوقعش علانيه. والعساس ديال المقبره مثلا الا ما كانش عنده ضمير، راه غايدير داكشي اللي ما يخطرش على بالك. هو مغسله الاموات ومغسل الاموات. وكنت سمعت على واحد شدوه شحال هادي، ولاد واحد الميت شدوه وهو كيحط فم الميت شي سحر تطلب منه. كنظن انه خرج من الحبس دابا. كنت مزوج وقتها بواحد السيده الله يسمح ليها، كانت هي اللي مأثر عليها. هاد السيده سميتها عائشه وكانت مملوكه. هادشي اللي كانت كتقول، وكانت كتعرف انه الشخص غادي يجي عندي وشنو غادي يقول قبل حتى ما يجي، وكانت هي اللي كتقرر شنو ندير وشنو اللي ما ندير. كان عقل على واحد النهار عمرو غيتنسى ليا، نهار قالت لي غادي عندي طامو بنت الحاج عدنان، وقالت لي انه غادي باش تبغي تفرق ولد عمها ومرته حيت كانت كتبغيه. ربي خلق الشر والخير ولدي، كيفاش بغيتي الخير يطغى؟ سامية، سامية كانت قرايه بزاف وكانت زوينه، اهم من ذلك كانت ذكيه، وكانت عندها صاحبتها اللي كانت كتعاود ليها كل شيء. هاد صاحبتها كانت مستحيل تثق انه ممكن تقدر بيها في يوم من الايام، كانت كاتمه اسرارها. القصه بدات نهار عاشورة، واللي في المعتقدات انه خاص تقطع شعرك فيه هي بدعة من البدع. طلبت منها صاحبتها انه يقطعوا شعر لبعضياتهم، وفعلا داكشي اللي كان. ما فاتش بزاف على الواقعه حتى بدات سميه كتخنق وكتحس بالغمه، ما كانتش عارفه اش وقع ليها بالضبط. بدات كتمرض بدون سبب حتى تراجعت صحتها بزاف، كنت شوفها ما تعرفهاش. والمشكل انها صاحبتها كانت كتجي تطمن عليها كل نهار، حتى واحد ما شك فيها، داوها الاطباء وداوها للرقات والو العلاج. بقات سامية في ديك الحالة بزاف، حياتها تدمرات، وكانت كتمنى الموت ألف مرة. ما كانت قادة تعيش، ما كانت تحرك لا يد لا رجل ولا فم. إذا شفت الفرق غتحير. حتى النهار اللي جات فيه واحد السيدة، هادشي طبعا بعد سنوات، كتعترف لينا انها خدات من واحد السيدة تصاور سامية وشعرها باش تخدم ليها عند واحد شوافة، كنظن سميتها عايشة نيت. صراحة ما كناش كنحسوا بالقنط معاه،
رجعت القراية هو كمل قرايته وحنا دخلنا نخدمه مع الواليد عساسة وحفارة ديال القبور. ديك ساعات كبرنا دازو سنوات. واحد نهار وحنا جالسين دق شي حد في الباب، مشيت نحل لقيتها واحد البنت قالت لي بغيت عبد العالي، عيطت لي وغير شافها هو يتصدم طاح سخف ودينا السبيطار. بعد ما فحصوا قالوا لينا باللي الحمد لله رجعت لي الذاكرة ديالو وكلها، وراه شي حاجة هي اللي كانت بسبب أنه ترجع لي الذاكرة ديالو. دخلنا عنده غير شافة تاني ديك البنت هو يبدي يبكي. هي عايشة بنفسها. المهم هضر معاها وهضرات معاه وكملت علاقتهم مزيان. من بعد سنوات قليلة عرفها واحد النهار باللي تتشعود، يعني كانت كتلعب بالسحر كيف ما كنقولوا. رجعت مشعوذة. وكيفاش عرفها هو مشعوذة؟ كان هو خدام، هديك الساعات كان يلاه بدا في الرقية. جات عنده شي مرة كانت مريضة بزاف وهي عارفة شكون سحر ليها وعارفة عند من تخدم ليها السحر وشكون اللي داروا ليها. سولها المهدي الراقي علاش نو عارفة وحكات ليه كل شي، وهو بحكم أنه كان يلاه بادي ما كانش عارف أش خاصو يدير وقرر أنه يمشي عنده ديك السحارة اللي سحرات لهاد المرأة ويطلب منها أنها ترجع للطريق المستقيم وطلب المغفرة من الله. ومشى عندها للدار الكبيرة، دق في الباب وخرجت عنده الخدامة قال لها بغيت السيدة اللي كتخدم للناس. دخلت وبقى كيتسناها في الصالون غير جات وشافها هو يتصدم، وحتى هي تصدمات من اللي شافته وقال لها واش انت اللي كتسحري للناس. المهم غوت عليها بزاف وسمع عليها الهضره مزيان وقال لها خاصك تشوبي لا بغيت نكملوا في هاد العلاقه، لكن هي كان خلاص طمع عمالها العينين وما بغاش تبعد على النعمه اللي فيها. بغيت نعرف بعدا شنو الفرق بين انه تخيط فم الميت ولف غير شاف الطالع ديالك قالت هادشي، علاش زعما تكون شفت فيه شي حاجه؟ ديك القصه اخويا اسامه غريبه، ونبداها لكم في الوقيته اللي كنت فيها طالب علم كنقرا، وفي اوقات الفراغ كنمشي نعاون واحد رجل خالتي خدام في المشرحه اللي اغلب الاوقات ديالو دوزهم غير بين الموتى. كنت كنهز معاه الموتى باش نديرهم في الثلاجه اولا نخرجوهم نعطيهم لموليهم باش يدفنوهم. الصراحه كان قلبي قاسح وما كنخافش من هذا الشيء، ولكن الحاجه الوحيده اللي كتهز ليا قلبي هي الوقت فاش كيغسلوا الموتى، ولكن ما كنتش كنحضر ليه بزاف. وكانوا كيجيبوا لنا الناس اللي مجهولين الهويه بحال الناس اللي محروقين او لماتوا غارقين وكيكونوا وجوههم مشوهه وكتخلع. كنت ملي كنكون غادا للمدرسه كنحس باللي شي واحد معايا غادي معايا وكيوصلني حتى للمدرسه، ولكن ما كيدخلش. اما الاحلام فيهم ما يتعاود، ديما كنفيق عرقانه وعمري نعست كيف الناس، كنفيق بحال ما نعساش. والله الا كنت كنشوف راسي هاربه من الجن تابعني، وكنت في الحلمة كنعرفهم بلي ماشي انسان. حقاش كانوا كيجيوني في اشكال السلامه يا ربي، يا كنت كنهرب يا كنقتلهم. وكنت كنفيق مخلوعه، تخيلوا احساس ديال انك كتقتل شي حد وانت كلك دمايات، اصعب احساس. وديما كنت كنحلم بلي انا اميره ديال واحد القبيله من الجان، وكنت فين ما كنت كنحصل في قبيله وكيبغيو يقتلوني ولا يحبسوني. كنت كنستخدم السلطه ديالي ونقول لهم واش ما عرفتوش شكون انا؟ كيفاش تجرأتوا توقفوا قدام الاميره نسرين الوريثه ديال العرش؟ كانوا كيحنيو ريوسهم ويطلبوا السماحه. تخيلوا جميع احلامي ما كاينش فيهم الشمس وما كاينش نجوم وما كاينش القمر، كاين الجو ديال الغروب.
قال لينا برا كاين اللي كيمشي القبور وكيحط فيهم حوايج للميتين. صراحة صعيب الحال أن الإنسان إلا مشى في هذا الطريق ما غاديش تخرج ليه بالخير، ضروري غتجيه الدقة من حيث لا يحتسب. ونزيدكم واحد المعلومة عرفتها، أنه السحر ما كيطولش إلا إلى جدوه، بحال مثلا السحر التفريق، هذاك كتكون عنده المدة ديالو ما بين 3 شهور حتى 3 سنين، أو ليلة كتر كاع 4 سنين وكيتبطل بوحدو. وكذلك الأسحار الآخرين كاين، وكل واحد والسحر ديالو، وكل السحر والوقت ديالو. كاين شي ناس اللي كيقول لك 40 عام وأنا في السحر، ولكن كيكون داك السحر كل عام كان كيتجدد أو لا كل 3 سنين. فهاد الإنسان اللي كيكون سحر ليه كيبقى كل مرة كيعود السحر، كيعود له من الأول باش يبقى داك المفعول ديالو باقي. والمدة ديال الأخطر السحر هي 10 سنين، أما الباقي كله غير من 9 سنين لتحت. أما اللي كيجدوا السحر كل مرة فراه غادي يقدر يطول، ماشي غير 40 عام، يقدر يطول حتى 100 عام، والله أعلم. آه يا ولد حسن، راك غالط، حنا ماشي من داك النوع اللي جبدنا الفقيه ببساطة. شكون نتوما يا ربي الحبيب؟ حنا جحيمكم على الأرض. الأب متاك قتل لي يا راجلي باش كان كيرقي ديك السيدة، وقتل واحد آخر كان ساكنة، وداك الشي علاش ماتت ديك السيدة، وداك الشي علاش مات الأب متاك. ولكن انتوما كنتو كتعدوا على ديك السيدة مسكينة. ماشي حنا اللي تعدينا عليها، عمتها اللي تعدات عليها وشدات 13 روح وكتفاتها بالجسد ديالها. كيفاش كتفاتها؟ بداك السحر اللي دارت، ومن الشدة ديالو تسبب بالإبطال ديالو في قتل راجلي واحد الجن آخر، وهذا الشي اللي قتل ديك السيدة وقتل باك حتى هو. وأنا مالي؟ ياك ما بينو بينكم والو. لا سي سمير، كاين بيننا وبينك بزاف. باك تسبب في الإصابة ديال واحد منا، وما حدو هكا غتبقى تشوفنا وعتبر راسك على نقشة، وإلا ما براش داك السيد غادي تلحق لي ولدك، والعين بالعين والثأر عندنا عظيم. بحلي يا عمي جيتك في هذا الوقت، أنا سميتي حفصة وراه ما عندي فين نمشي، اليوم جرى عليا جدي أما والدي ماتوا بالسحر. أنا عاود لك من الأول، كنت عمي مازال صغيرة وكانت العائلة كبيرة، كنا كنجمعوا كل عيد، كنا كندبحوا أكثر من 5 ديال الخرفان، كنا فرحانين بزاف. واحد من عمامي تزوج، وهذيك اللي تزوج بها هي سببنا حتى تشتتنا، وبحكم أننا كنا عايشين في دار وحدة أمامي وخوالي، وكانت الدار كبيرة بحال القصر، ملي دخلت ديك مرت عمي بدات كتنوض المشاكل بين عمامي وعيالاتهم، حتى طلقوا عمامي عيالاتهم، كتبقى تمشي عند عيالاتهم وتقول لهم شفتي راجلك دار، وعندك تقولي لي أنا قلت لك. بقات هكا حتى طلقوا عمامي كاملين، وباقا هكذا. أمامي الآخرين خرجوا من الدار حيت عرفوا محجوبة اللي هي مرت عمي هي السبب، وشيطانة في صفة إنسان. إوا دازت لخوالي وعيالاتهم وبدات تدير نفس الشي. واحد النهار جات عندها شي مرا واقيلا صاحبتها، دخلتها للبيت وبداو كيهضروا، أنا شفتهم ومشيت للباب تنسمعهم تيقولوا. شكون؟ أنا سعد لي معاك دابا. أش بغيتي؟ قلت لك بعد مني ولا ما غيعجبك حال؟ افتحي لي الباب، راني بغيت نصارحك بشي حاجة. باش غتصارحني؟ غتصارحني باللي كنتي كتكذب عليا بالحب ديالك، وانك مستعد تكون الكتف اللي نحط عليه الراس ونبني معاه مستقبلي وندير معاه الدار والولاد؟ لكن خسارة، كنت كنحلم غير بوحدي والبعيد بزاف. في الاخر نكتشف باللي حبك ليا هو حب نزواتك وشهواتك النجسة، باغيني على ود مصلحتك
هم اللي رفضت بنتي على حقيقتك. لا لا لا، كثر من هذا الشيء. وشنو اخر؟ شنو مخبي عليا مازال؟ اعترف، يلا قول. انا حاولت نسحر ليك. سمحي لي عافاك، حاولت نسحر ليك ومشيش عند ثلاثه ديال السحاره وما قدروش عليك. سمحي لي وسمحي لي بزاف، الشيطان غلب عليا وانا ما نستحقش حق السماحه ديالك اصلا. انا ناوي نتوب وباغي نرجع لطريق الله، وعند ربي يسامحني وتسامحيني ان شاء الله. حيت كان بحال المتشرد وكان تيشرب الخمر وما كانش كيصلي وما كان كيعاون حتى شي واحد. العبره من هاد القصه ولادي هي الا درتي يقينك في الله وحسنتي الظن به فراه غيحميك ويرزقك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. اما داكشي اللي وقع للسحاره بثلاثه غدا رجعوا عندي ان شاء الله ونعاود لكم. دابا الناس كيتسنوني وخاصني ندير لهم الرقيه. مسلسل عايشه العمياء والتشعل، قصص وحكايات من الواقعه، اساطير مغربيه وعربيه، كل هذا في رمضان حصريا ولاول مره على قناه الراوي ستوريز في اليوتيوب. كل